السلام عليكم. في زيارة هي الأولى من نوعها وبعد اجتماع باليرمو لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي بيروني الذي التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي في طرابلس وقائد قوات الكرامة خليفة حفتر في الرجمة، في زيارة جاءت لتدارس الأوضاع السياسية في البلاد وتأطير ما خرج به مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي. فما الذي جرى في هذه المباحثات وما الذي خرج به اجتماع كونتي مع الأطراف الليبية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نبحث لها عن إجابات في حلقة الليلة من بانوراما الحدث، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا، ومعنا عبر الهاتف السيد فتحي المريمي وهو المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، على أن أستكمل النقاش مع السيد إبراهيم العصيفر وهو المحلل السياسي. سيد المريمي أهلا بك في بانوراما الحدث. أخبار تناولت عن لقاء مرتقب سوف يكون مع السيد عقيلة صالح برئيس الوزراء الإيطالي كونتي عفوا، يعني فهل التقى به بالفعل أم ماذا؟ اليوم في هذا المساء التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى بالسيد كونتي رئيس الحكومة الإيطالية، ذلك في مدينة طبرق، حيث استقبله في مقره بمدينة طبرق. نعم، وجرى اجتماع اليوم بينهما ولقاء بينهما اليوم في مدينة طبرق. طيب، أبرز ما جاء في النقاشات سيد المريمي؟ أبرز ما جاء في نقاش اليوم في خلال هذا اللقاء هو آخر مستجدات السياسية في ليبيا، خاصة والمتعلقة ب الانتخابات القادمة وما تم يعني تناوله في مؤتمر باليرمو الفترة الماضية والخطوات التي اتخذها مجلس النواب حول إقراره لقانون الاستفتاء والاستفتاء طبعا على الدستور، وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة في الإعلان الدستوري، أيضا حول المرحلة القادمة المقبلة عليها ليبيا وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. نعم. والتي يعني ينظر البعض على أنها تقوم في الربيع القادم إن شاء الله. ما هي رؤية المستشار عقيلة صالح للانتخابات المقبلة سواء على المستوى الرئاسي والبرلماني كما جاء في حديثه مع كونتي؟
نعم طبعا نحن نعرف ان فخامه رئيس مجلس النواب لها اكثر من عام ونصف تقريبا ينادي بالانتخابات، ولكن نحن نعرف ان طبعا هناك يعني نزاع سياسي كبير وعميق في ليبيا ادى الى تاخر هذه الانتخابات. في كل الاحوال فخامه رئيس مجلس النواب مع كونتي او غيره دائما مستعد للانتخابات ويرحب بالانتخابات، وهي اجراءات تتطلب للانتخابات من مجلس النواب، فخامة رئيس مجلس النواب وحتى مجلس النواب بالكامل مستعد لذلك، خاصة نعرف أن الانتخابات حينتج عنها انتخاب رئيس للدولة الليبية وكذلك برلمان جديد، وعلى ضوء ذلك ستكون هناك حكومة موحدة على مستوى ليبيا، وتنتهي هذه الانقسامات التي موجودة الآن في ليبيا وسببت مشاكل كثيرة سواء في الجانب السياسي أو حتى في الجانب الاقتصادي والذي تأثر منه المواطن بشكل كبير. يعني نعم سيد فتحي، يقول مراقبون بأن زيارة السيد كونتي إلى ليبيا بالتحديد لقائه مع المستشار عقيلة صالح هناك وراءها الكثير من الأسباب، كذلك يقولون بأن هناك ضغط من قبل إيطاليا على الأطراف الليبية لا سيما أبرز هذه الأطراف رئيس مجلس النواب، حيث يقول الكثيرون أنه حتى الآن لم يتم تطبيق أي من مخرجات باليرمو، وهناك أيضا من يحمل المسؤولية على مجلس النواب في اتخاذه ترتيبات دستورية لا أساس لها من الواقع وقد تسبب عراقيل في العملية الانتخابية المقبلة. لا هو طبعا نعرف أن الاجتماعات اليوم اجتماعات كونتي اجتمع طبعا مع يعني جهات رئيسية في ليبيا هو المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة للجيش وكذلك رئاسة مجلس النواب، يعني في كل الأحوال الاجتماعات اليوم مع الأطراف التي الآن نعتبرها تسير في ليبيا وهي الأطراف الرئيسية في ليبيا. لكن فيما يخص مؤتمر باليرمو، مؤتمر باليرمو عبارة عن يعني أنتج اتفاقات مفتوحة تعهد بها الليبيين أنهم يسيروا في خطى الانتخابات والتفاهم والتقارب والوفاق وإنهاء العديد من الموضوعات العالقة من أجل أن تتجه ليبيا إلى الانتخابات. في كل الأحوال كل يعني مؤسسة أو كل جسم من هذه الأجسام له دور، أعتقد أن مجلس النواب لم يقصر، والدليل بأنه أخرج قانون الاستفتاء على الدستور وعندما يعني يدلي الشعب الليبي برأيه في الدستور بنعم أو لا، لنفرض أنها بنعم هناك ستكون قاعدة دستورية لأي انتخابات قادمة من خلال هذا الدستور، وإذا قال لا هناك يعني ترتيبات أخرى ممكن اختيار رئيس للبلاد بشكل طيب. مؤقت. سيد فتحي هنا لو سمحت أعذرني على هذه المقاطعة، ولكن فيما يخص التعديلات الدستورية وكذلك العملية السياسية المتخذة من قبل مجلس النواب، يرى الكثيرون بأنها إحدى العراقيل التي جاءت ما بعد اتفاق أو مخرجات باليرمو، لو هي اتخاذ تعديلات دستورية أو خطوات في التعديلات الدستورية بشكل غير قانوني كما يصفها البعض. لا أولا شيء غير قانوني ولا غير دستوري، بالعكس نحن نعمل من خلال إعلان دستوري للدولة الليبية، وكل الأطراف اللي موجودة في ليبيا هي راهي في النهاية بالكل يعني حرة ولها إرادتها، وحتى اليوم يعني حتى في تصريحات كنت حقيقة قال الحل بيد ليبيا والرأي لدى الليبيين وما يقرره الليبيون هو الذي سوف يعمل به الجميع، نحن عبارة عن أطراف نساعد ونلعب دور من أجل تقريب وجهات النظر ومساعدة أي أمر كان في ليبيا من أجل تتجه إلى الاستقرار. لكن في كل الأحوال الأمر بيد الليبيين، مجلس النواب هو الجسم الشرعي الموجود في ليبيا، وقانون الاستفتاء هذا من الاستحقاقات التي على مجلس النواب، وبالتالي أظهر هذا القانون من أجل الاستفتاء على الدستور. بالعكس نحن لما نستفتي على الدستور ونقول نعم للدستور هذا معنى ذلك لدينا الآن دستور في ليبيا يغنينا على الكثير من القضايا والمشاكل والاختلافات، لدينا الدستور يكون قاعدة لنا في حالة عدم موافقة الشعب الليبي على هذا الدستور، وقد يكون يراه البعض معيب لا بأس نتجه اتجاه آخر وهو انتخاب رئيس للدولة، وذلك من خلال التفاهم والحوار والتقارب. نحن لماذا نبتعد عن أن نقرر مصير ليبيا ولا تتجه اتجاه الصحيح وأنها تستقر الأوضاع بها؟ طيب ما مدى التزام مجلس النواب
كعملية سياسية وإحدى مخرجات باليرمو، وكان رئيس مجلس النواب من أبرز الحاضرين لمؤتمر باليرمو. ما مدى الالتزام بها وخصوصا الآن مع زيارة السيد كونتي؟ يرى الكثيرون بأنها جاءت كنوع من إنعاش مخرجات باليرمو. هو صحيح، يعني جولة كونتي اليوم في ليبيا والتقائه بهذه الأطراف هو تحريك العملية السياسية في ليبيا، ولكن في كل الأحوال ما تم الاتفاق عليه في باليرمو أساسا هو يعني موجود لدى كل ليبي، وهو الاتجاه إلى استقرار البلد، وبالتالي أي جسم من هذه الأجسام عليه واجب سيقوم به بحكم الالتزام، سواء في باليرمو ولا غير باليرمو. يعني في كل الأحوال هو راه الهدف الاتجاه إلى الانتخابات. مجلس النواب مستعد أن يتجه في هذا الاتجاه. طيب، وأي استحقاق على مجلس سيد المريمي، هل بشكل أكثر وضوحا وصراحة، هل بالفعل الآن العملية السياسية أو المشهد السياسي الليبي يحتاج إلى تحريك المياه الراكدة لكي يأتي السيد كونتي ويحركه هو بنفسه؟ لا، هو واقع الأمر حقيقة يحتاج يعني فعلا المشهد السياسي في ليبيا إلى تحريك من كونتي وغير كونتي. نحتاج حتى لدول الجوار، ونحتاج لجامعة الدول العربية، ونحتاج للاتحاد الأفريقي بالدرجة الأولى، بأنهم يلعبوا دور كبير في العملية السياسية في ليبيا، لأن الأمر لم ينتهي بعد. وبحيث أننا حنظم انتخابات يعني خلال العام القادم، يعني نقول يعني بشكل أصلح تكون في الربيع القادم، وإن لم يحصل ذلك في منتصف السنة، وإن لم يحصل يكون في نهاية السنة على الأقل. من المفترض لا ينتهي عام 2019 إلا نحن منتهين من عملية الانتخابات. هذا الأمر نحتاج فعلا فيه إلى أصدقاء لنا وإلى دول جوار وإلى أشقاء وإلى قارة لنا اللي هي قارة أفريقيا، أنها تساعدنا وأن تعمل معنا من أجل أن نخرج من هذا المأزق السياسي ونقوم بعملية انتخابية تنهي الكثير من الانقسامات والقضايا التي حادثة الآن في ليبيا ومسببة مشاكل كثيرة، من بينها بالدرجة الأولى العامل الاقتصادي والوضع الاقتصادي الذي اكتوى به المواطن، ونحن نرى يعني المشاكل في السيولة وفي غلاء الأسعار وفي قضايا كثيرة، يعني المواطن نحن نعرف أنه يعني يعاني منها. لا تنتهي هذه المعاناة إلا بتوحيد المؤسسات الليبية، والمؤسسات الليبية لن تتوحد إلا من خلال عملية انتخابية يكون فيها رئيس واحد للبلاد ويكون فيها برلمان واحد للبلاد، وتتوحد كل المؤسسات بما فيها الجيش والمؤسسات الاقتصادية الأخرى وكل المؤسسات في البلد. طيب، هناك تنتهي كل القضايا وكل المشاكل على الأقل. نعم، بالنسبة للمواطن الكادر. طيب سيد المريمي، في سياق الحديث عن العملية السياسية وكذلك تحريك عجلة العملية السياسية في البلاد، وكذلك من ضمن أبرز مخرجات باليرمو وجود قاعدة دستورية، وهي بالفعل تم اتخاذها من قبل مجلس النواب، ولكن كان هناك ملاحظات من مجلس الدولة ورمى الكرة في ملعب السيد عقيلة صالح. الآن ما هي الإجراءات؟ الإجراءات أولا نحن يعني ما تم الاتفاق عليه بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو تم. قد تكون في إشكالية في المادة الثانية، المادة الثانية خرج فخامة رئيس مجلس النواب بتصريح وطمأن المجلس الأعلى للدولة بأنه غير مستهدف في هذه المادة، ولكن في كل الأحوال بالتأكيد مجلس النواب يتجه إلى معالجة أو إلى اتخاذ وضع معين يضمن الأطراف في ليبيا بحيث أن الأمور تسير يعني في اتجاه الصحيح وبثقة ما بين الأطراف. أعتقد يعني لا غير إذا كان هناك معالجات سيقوم بها مجلس النواب في هذا الشأن. أشكرك سيد فتحي المرمي، مستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم الأصيف، أهلا بك في بانوراما الحدث. من أي زاوية ممكن أن نقرأ زيارة كونتي إلى طرابلس ومن ثم الرجمة ثم طبرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن زيارة السيد كونتي رئيس الوزراء الإيطالي جاءت بعد مدة ليست بوجيزة من لقاء باليرمو، والذي كان امتدادا للقاء السابق بين الفرقاء السياسيين في الإليزي بباريس، والذي بدوره لم يخرج بأي شيء يذكر على الأرض، وتعنت من تعنت وتصلب من تصلب. أعتقد أن حتى المعارك على تخوم سرت
تؤرق المهتم بالشأن السياسي على المستوى الدولي، وهنا أخص إيطاليا، حيث أن أي تحرك عسكري وأي تحرك واشتباكات بين الفرقاء كفيلة بأن تقوض العملية السياسية وأن تؤخرها أكثر ما هي متأخرة الآن. السيد كونتي جاء ورأيناه يزور تباعا الفرقاء السياسيين، قد يكون قد غاب على الإعلام لقائه مع السيد عقيلة صالح، ولكن المستشار الإعلامي لعقيلة صالح يؤكد أنه التقى مع كونتي. أعتقد جاء للضغط للفرقاء السياسيين. الآن إيطاليا هي على المستوى الدولي، هذا لم يعد خفيا على أحد، أصبح واضحا، وكان التصريح منذ في البيت الأبيض في لقاء كونتي وترامب أن الملف الليبي أصبح في يد الحكومة الإيطالية، وأن الخارجية الإيطالية هي من تدير هذا الملف نيابة عن المجتمع الدولي بشكل مباشر. كونت يحاول هنا أن يضغط على الفرقاء السياسيين لتطبيق ما يمكن تطبيقه من مخرجات لقاء باليرمو. في نفس الوقت يحاول كونتي أن يستخدم وأن يستعين بالتقارب الذي حصل مؤخرا بينه وبين خليفة حفتر. الكل يعرف أن العلاقات كانت بين إيطاليا ومعسكر الكرامة متوترة جدا، حيث كان هناك الكثير والكثير من اللغط، وتطور الأمر إلى السب والكلام الجارح في وسائل الإعلام من الطرفين. في الآونة الأخيرة رأينا تقارب، رأينا خليفة حفتر في مرتين يزور باليرمو في وقت قصير جدا. السراج أو السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي حليف استراتيجي لإيطاليا، وتظن وتبقى إيطاليا هي الداعم الأكبر لحكومة الوفاق الوطني. أعتقد أن كونتي يحاول على هذا أن يستخدم هذه النقطة، ولكن وكأنك تقول زيارة كونتي الآن هي بمثابة الضغط على الأطراف الليبية، وتؤكد أيضا بأنها تريد أن تنفرد بالملف الليبي. هي لا تريد أن تنفرد بالملف الليبي حقيقة. في البداية كان هناك تنافس بين القيادة السياسية في فرنسا والقيادة السياسية في إيطاليا على الملف الليبي. أعتقد أن مؤتمر باليرمو الأخير حسم الأمر. أعتقد أن أمريكا جوناثان واينر في تصريح صحفي شهير قالها بصريح العبارة أن الأزمة الليبية أوكلت إلى الحكومة الإيطالية. هنا كونتي كما أسلفت أنه يحاول أن يضغط على الفرقاء السياسيين لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في باليرمو. الكل يعرف أن باليرمو جلس الفرقاء السياسيين باستثناء خليفة حفتر، يمكن لم يجلس مع السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ولكن كان هناك اجتماع جانبي حدث فيه الكثير من اللغط. خرجت الصحف الإيطالية بتسريبات تؤكد تعهد خليفة حفتر بعدم تقويض العملية السياسية وعدم تناوش قواته مع قوات حكومة الوفاق الوطني. أعتقد أن ما حدث في اليومين الماضيين على تخوم مدينة سرت من استفزاز من قوات الكرامة لقوات البنيان المرصوص التي تعتبر بشكل أو بآخر تابعة لحكومة الوفاق الوطني، هذا جعل كونتي يعجل بهذه الزيارة. العراقيل التي جعلت السيد كونتي الآن يزور ليبيا. ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد علي فدان. سيد علي، يعني كيف يمكن أن نقرأ التوقيت الذي جاء فيه كونتي لليبيا لكي يحرك العملية السياسية كما قال ضيفي السيد فتحي المرمي وهو مستشار الإعلامي للسيد عقيلة صالح؟ سألتك عن التوقيت سيد علي فدان، إن كنت تستمع إلي بوضوح الآن، يعني كيف يمكن أن نقرأ توقيت زيارة السيد كونتي؟ سيد فدان. نعم نعم. سألتك عن دلالات توقيت زيارة السيد كونتي لليبيا الآن. نعم، في حقيقة الأمر أهلا وسهلا بك أخي محمد، وأهلا بجميع مشاهديك الكرام. الحقيقة لقيمة زيارة كونتي لا أنظر إليها من منطلق داخلي، وإنما يتم النظر إليها من ضمن منطق دولي ومن ووفقا للبعد الدولي وليس وفقا للبعد الداخلي. نعم. الحقيقة أن إيطاليا في الفترة الأخيرة استفردت أو انفردت بالملف الليبي. هي لم تكن هي اقتنصت اللحظة أو اقتنصت الفرصة
التي أعطيت لها هي استغلت لحظة دولية وإقليمية. ما عندما نقول أنها استغلت لحظة دولية نعني بذلك أنه العالم والدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة في الوضع الليبي لديها انشغالات أخرى غير القضية الليبية. ربما بعض هذه الدول لا تأتي في أولوياتها القضية الليبية. عندما نقول هذه الدول فإن على رأسها الولايات المتحدة، والكل يعرف أن الولايات المتحدة الآن منكب على الملف النووي الإيراني، وكذلك الانسحاب من سوريا. أيضا الأتراك الآن منشغلون بالأكراد المتمردين وكيفية القضاء عليهم، وأيضا فرنسا لديها منكفئة داخليا ومظاهرات السترات الصفر ربما تؤرقها. أيضا عندما نقول دول الخليج ومقتل خاشقجي وتداعيات هذه الجريمة، ففي الحقيقة هذا الأمر جعل إيطاليا لاعبا وحيدا في الملف الليبي. الإيطالي الآن منفرد في الملف الليبي ويريد تسجيل هدف في مرمى خصمه. عندما أقول خصمه أعني بذلك فرنسا. فرنسا الآن انكفأت داخليا. الآن الفرصة متاحة لإيطاليا. أختلف مع ضيفك أستاذ إبراهيم أن إيطاليا هي بديلة عن المجتمع الدولي. لا، نعم، إيطاليا هي ليست بديلة عن المجتمع الدولي. إذا إيطاليا تسعى لمصلحتها، أما المجتمع الدولي إذا كانت إيطاليا بديلة عن المجتمع الدولي فما حاجة غسان سلامة. غسان سلامة شخص متفق عليه من جميع الأطراف الدولية سواء هذا الطرف أو ذاك، لكن إيطاليا يعتبرها بعض الأطراف أنها طرف منحاز إلى معسكر معين وهو المجلس الرئاسي ومن لف لفه. لذلك الإيطالي ينطلق من منطلق المصلحة لدولته. لا شك بأن الوضع الليبي أو الإيطالي يهمه استقرار ليبيا، لأن عدم الاستقرار الليبي قد أرق الحكومة الإيطالية في ملفين مهمين، وهو الملف الأول الهجرة غير شرعية، والملف الثاني هو الإرهاب وخوف الحكومة الإيطالية من تسلل الإرهابيين عبر الهجرة غير شرعية لإيطاليا. فلذلك أرى أن الطليان لا أعتقد أنهم يسعوا إلى حل بقدر ما هو ينظرون إلى هناك أسباب أخرى سيد علي فدان ربما لم تكن معلنة في زيارة كونتي، سنأتي على ذكرها، ولكن أستقبل عبر الهاتف الأستاذة سعاد جنور وهي عضو المجلس الأعلى للدولة وأحد الحاضرين لاجتماع السيد خالد المشري بالسيد كونتي. أهلا بك سيدة سعاد في بانوراما الحدث، وما هي أبرز النقاط التي جاءت اليوم في اجتماع السيد خالد المشري مع السيد كونتي؟ مساء الخير لكل مشاهدينك ولضيوفك. أهلا بك. حقيقة تمحور اللقاء اليوم حول ثلاث ملفات أو نقاط رئيسية، كان بدايتها الملف الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية وما نتج عنها من تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي بشكل عام، من توفر السيولة بالمصارف، من انخفاض ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، أيضا في التقليل من الفجوة في سعر الصرف ما بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي. أيضا تطرق في هذا الملف إلى استكمال بعض المشاريع التنموية المتوقفة وإمكانية دخول الشركات الإيطالية لاستكمال هذه المشاريع. الملف الآخر وهو الملف الأمني، وكان له نصيب كبير طبعا في المحادثات. وأخيرا الملف السياسي والانسداد السياسي وتبع ذلك، خصوصا بعد مؤتمر باليرمو والتعديلات الدستورية وقانون الاستقلال الذي صدر عن مجلس النواب. نعم، هذا مختصر اللقاء اليوم. طيب
يقول الكثير بأن زيارة كونتي جاءت على خلفية الالتزام بمخرجات باليرمو، وهناك من لم يلتزم بهذه المخرجات، فسؤالي هنا حول مجلس الدولة ما بعد مؤتمر باليرمو، ما الذي يعني يسعى إليه مجلس الدولة الآن، وهل التزم بالفعل بما جاء في مخرجات باليرمو؟ مجلس الدولة يبدي مرونة كاملة في كافة المحاول المحافل الدولية وفي كل اللقاءات أنه مستعد للتوصل إلى أي اتفاقات ممكنة لوضع حل لهذا التأزم السياسي. نعم. طيب التعامل الآن يعني مع مجلس النواب، يعني مجلس الدولة هو شريك مجلس النواب في بعض العمليات السياسية في البلاد، ولا توجد قاعدة دستورية إلا بتوافق المجلسين، وهي من ضمن أبرز الشروط لكي يتم تحقيق الهدف المرجو من مخرجات باليرمو، أو هدف كل ليبي سيدة سعاد، ألا وهو الوصول إلى انتخابات تحت قاعدة دستورية وقانونية. نعم. فما الإجراءات الآن بينكما بين مجلس النواب والدولة في هذه النقطة بالتحديد؟ للأسف مجلس النواب بإصداره لقانون الاستفتاء في تعديل والاستفتاء الأخير لم يكن هذا القانون حسب ما تم التوافق عليه ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر يسبب إشكالية كبيرة وكأنه يدفع بالشعب الليبي للاستفتاء بلا، وهذه نهاية للدستور. أيضا لا. فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي جاء مخالفا أيضا للاتفاقات خلال جولات الحوار ما بين لجنتي الحوار من مجلس النواب ومجلس الدولة أصاب إخفاقا كبيرا، وهو محل دعوم دستورية أمام المحاكم. نعم، وهل علق السيد كونتي على كل هذه العراقيل كما يراها مجلس الدولة؟ مجلس الدولة لا يرى في كونتي انه المنقذ للوضع الليبي او للدولة الليبية. مجلس الدولة طلب من كونتي باعتباره رئيس وزراء ايطاليا وهي دولة فاعلة في الشأن الليبي، اذا كانت إيطاليا أو أي من دول الدول الأخرى تريد معالجة أو مساعدة ليبيا فلتمنع التدخل الإقليمي في الشأن الليبي. نعم. بحسب مخرجات باليرمو هناك مؤتمر وطني جامع برعاية أممية سوف تكون أو سوف يكون في نهاية يناير. الآن يناير لم يبقى عليه كثيرا، يعني ما خطوات مجلس الدولة تجاه المؤتمر الجامع؟ مجلس الدولة لديه الثوابت، نحن يحكمنا إطار قانوني وهو الاتفاق السياسي. هذا الاتفاق السياسي معترف به دوليا وأيضا معتمد لدى مجلس الأمن، وبالتالي نحن مع أي توافق يحصل ما بين الليبيين، ولكن نريد ما هي المعايير التي يمكن أن تجمع بها الأطراف الفاعلة، ما هو المشروع الذي يمكن أن يتوافق عليه الحاضرون ويكون قابل للتنفيذ على أرض الواقع. نعم، وضحت. وما هي الضمانات أو مصدر الالتزام لكل الأطراف من مخرجات المؤتمر الوطني الجامع. نعم، وضحت الفكرة أستاذة سعاد غنور عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سيد إبراهيم، في سياق حديثي مع المحلل السياسي السيد علي فدان قلت بأنه ربما تكون هناك أسباب أخرى غير معلنة، الآن جاءت على لسان السيدة سعاد غنور عندما قالت بأن الملف الاقتصادي تصدر مناقشات السيد المشري مع كونتي، ألا وهو الملف الاقتصادي والحديث حول مشاريع في ليبيا، وهو ما كنت أقصد به عندما تحدثت مع السيد علي فدان.
أن الأسباب الاقتصادية قد تكون أسباب جاءت على خلفية زيارة السيد كونتي وهي أسباب غير معلنة، خصوصا بأن بالأمس كان هناك رئيس الوزراء التركي وتحدث هو أيضا حول مشاريع تركية سوف تكون في ليبيا. بداية هناك تنويه أريد أن أقوله، قد أشار السيد علي فيدان أني قلت أن إيطاليا جاءت بديلا للمجتمع الدولي، أنا لم أقل أن إيطاليا جاءت بديلا للمجتمع الدولي، قلت كل ما قلته أن السيد جوناثان واينر قال أن إيطاليا هي المكلفة من الأمم المتحدة بإدارة الملف الليبي، إيطاليا إذا كانت جاء بديلا على المجتمع الدولي فما فائدة البعثة الأممية؟ قد يكون خالن التعبير أو أن المعلومة قد وصلت خاطئة للسيد علي فيدان. إجابة لسؤالك عن الملف الاقتصادي أو الأمور الخفية أو الأمور غير المعلنة في زيارة كونتي إلى طرابلس ولقائه بالمشري والسيد فايز السراج، إيطاليا جاءت محملة بالعديد والعديد من الملفات، الحجم الأكبر من هذه الملفات هي الملفات السياسية التي تهم المجتمع الدولي والدول الإقليمية والدول الفاعلة في ليبيا، ولكن بين هذه الملفات إيطاليا لديها مصالح داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة. جاء السيد كونتي يبحث عن هذه المصالح، يبحث عن التنمية والمشاريع المتوقفة منذ زمن في طرابلس، هذا كله يؤرقه، لا تؤرقه العملية السياسية فقط، أكثر ما تؤرقه العملية الأمنية والملف الأمني داخل طرابلس. الملف الأمني مهم ومهم جدا للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، خاصة في تهيئة المناخ للعملية، سواء كان لتهيئة المناخ للعملية السياسية أو حتى للعملية الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع المتوقفة، سواء من الجانب الإيطالي أو ما جاء به وزير الخارجية التركي في لقائه مع خالد المشري بالأمس. هناك الكثير والكثير من الملفات كما أسلفنا، الملف الاقتصادي، الملف الأمني، إيطاليا غير الملف الأمني المختص داخل الدولة الليبية، هناك ملف خفر السواحل أو ما يؤرق إيطاليا والأوروبا بشكل عام وهي الهجرة غير شرعية، لابد أن هذا الملف كان حاضرا في لقاء اليوم مع السيد خالد المشري. هناك المشاريع التنموية أيضا المتوقفة منذ مدة، هذه والعديد والعديد من الملفات التي قد تكون تم طرحها وتم مناقشتها مع الجانب الإيطالي، سواء مع فايز السراج أو مع خالد المشري. طيب سيد علي فدان، إذا لو تدارسنا العلاقة ما بين الدول لا سيما تركيا وإيطاليا الآن، تركيا بالأمس كانت حاضرة في الدولة الليبية وتحدثت عن مشاريع تركية يجب أن تعود إلى أرض الوطن، والآن السيد كونتي تحدث مع السيد المشري حول نفس الملف، الملف الاقتصادي واحتمالية عودة الشركات التركية الإيطالية إلى ليبيا، فما الرابط بينهما إذن؟ بالتأكيد أي مشروع استثماري وأي مشروع اقتصادي وأي استثمار في ليبيا إذا لم يكن في بيئة خصبة، أعني بالبيئة الخصبة أنها بيئة أبنية سليمة لضمان سلامة ربما المستثمرين الأتراك ولضمان أيضا الأموال التي قد تودع من هنا وهناك، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. لكن في الحقيقة أن إيطاليا تختلف عن أي دولة أخرى، إيطاليا ترى في ليبيا أنها الشاطئ الرابع، ربما ترى في ليبيا بمنطق الجيوسياسي أنها الفراغ الحيوي أو المكان الحيوي لإيطاليا، فلذلك الطليان يتعاملون مع ليبيا بذهنية مختلفة تماما. أنت ترى أن الفرنسيس يسيطرون على شمال أفريقيا، لكن إيطاليا هناك ذهنية مختلفة كما أسلفت وقلت، يرجع ذلك إلى ربما أيام الاحتلال الإيطالي وأن ليبيا لديها مصالح مشتركة مع أو إيطاليا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، ربما في ذات يوم أنت قلت تركيا وقلت إيطاليا،
تركيا تعتبر الشريك الأول، الشريك التجاري الأول، الشريك التجاري والاقتصادي الأول في ليبيا، وإيطاليا هي الشريك التجاري والاقتصادي الثاني في ليبيا، بعدما كانت إيطاليا هي الشريك الاقتصادي الأول. كذلك هناك كما قلت أن الملفات الأمنية، الهجرة غير شرعية، نعم، وملف الإرهاب أيضا هو عبارة عن ملف مؤرق جدا للحكومة الإيطالية. فلذلك إيطاليا يهمها كثيرا أن يبقى الوضع مستقر في ليبيا، بالإضافة إلى النفوذ السياسي إذا لم يكن أيضا هناك وضع مستقر في ليبيا، ربما تكون هناك عائق للنفوذ السياسي للإيطاليين في ليبيا. يعني هل يمكن القول يعني بحسب ما صرحت به سيد علي فدان ومن جميع الجوانب والزوايا أيضا، هل يمكن القول بأن إيطاليا اليوم جاءت لكي تنفرد بالملف السياسي الليبي أو الملف الليبي بكافة مجالاته السياسية والأمنية والاقتصادية، وليست فقط كممارسة نوع من الضغط على الأطراف الليبية؟ أعتقد أن الطليان يمارسون البراغماتية السياسية. هم يدركون تماما أنهم التمني شيء والواقعية شيء. التمني يتمنون أن يرجعون إلى 1911 وأنهم يسيطرون سياسيا وليس عسكريا على ليبيا، لديهم نفوذ سياسي، لكن الواقع يقول غير ذلك. فلذلك هم براغماتيون وهم يعرفون كيف من أين تؤكل الكتف. هناك تقاسم نفوذ في ليبيا إلى الآن، ربما حتى فرنسا بالرغم من انكفائها في الداخل الفرنسي إلا أنها لا زالت لديها مولى عند بعض الأطراف. في الحقيقة حتى زيارة كونتي الأخيرة إلى ليبيا ربما كانت زيارتها إلى الغرب الليبي، سواء زيارة السراج أو خالد المشري، هي عبارة عن زيارات بروتوكولية ربما للتأكيد على التحالف بين الغرب الليبي، للأسف نقول غرب وشرق، بين الغرب الليبي وإيطاليا، وربما لتأكيد دعمها لحليفها الاستراتيجي وهو فايز السراج في الغرب الليبي. لكن ربما زيارتها للشرق هي الجديدة في الأمر. من قبل رأينا أن الزيارات تكون لا ترقى إلا لمستوى وزير خارجية أو وزير داخلية أو غيرها، لكن رئيس وزراء هناك فترة طويلة لم يزر ليبيا، وبالتحديد لم يزر خليفة حفتر. ربما لهذا دلالات كبرى، ربما الواقع الدولي جعل فرنسا تستفرد بالملف الليبي، ربما هناك غزل متبادل بعدما كانت هناك علاقات متوترة بين حفتر وطليان. بدأت هذه العلاقات صعودا منذ اجتماع باريس الأول في العام الماضي، وتهديد حفتر للقطع البحرية التي وقع عليها السراج خلال الحد من الهجرة غير شرعية، ثم رد الحكومة الإيطالية، وبعد ذلك أيضا خف هذا التوتر إلى أن كانت هناك بعض التسويات. حفتر ربما يدرك تماما بعد تسليم أو تلزيم الملف الليبي بالكامل إلى إيطاليا من قبل ترامب، ربما كان قطع العلاقات مع إيطاليا، أو ربما التصريحات الحادة تجاه إيطاليا لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة بعد تلزيمها. طيب، من خلال هذه الدلالات سيد علي فدان، يعني هل سيتابع كونتي مخرجات باليرمو، أم أنه سوف يعمل ك ضاغط على الأطراف الليبية من أجل الالتزام بهذه المخرجات؟ لا أعتقد أنه ربما يؤدي قصة إلى العلا عبر زيارته البروتوكولية إلى الأطراف الفاعلة في ليبيا، لكن هو يدرك في قرار نفسه ويدرك تماما أن الوضع الليبي ليس بيده، الوضع الليبي بيد مجموعة من الدول المؤثرة. ما لم تتفق هذه الدول على الملف الليبي لا يمكن الوصول إلى حل. لذلك هي فقط زيارة أرى فيها أنها زيارة شكلية، بالرغم حتى الضغوطات التي مورست على بعض الأطراف،
لكن لا أعتقد أن من خلال هذه الزيارة سيكون هناك حل حقيقي وتسوية حقيقية. الحل الحقيقي يبدأ باجتماع الأطراف الدولية والإقليمية والضغط على وكلائها الداخليين. عندما نقول أن المعرقل للعملية السياسية هو حفتر ومجلس النواب، حفتر ومجلس النواب هم معروفو من أي محور. يعني بإمكان الفرنسيس الضغط على حلفائهم في ليبيا والرضوخ للعملية السياسية والقبول بالاتفاق السياسي والتسريع في عملية الاستفتاء ومحاولة جمع مجلس النواب ومجلس الدولة والضغط عليهم للوصول إلى حل، ومن ثم إجراء استفتاء وإجراء انتخابات عامة سواء كانت انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية. طيب. لكن الطبخة لم تنضج بعد أستاذ محمد، الطبخة لم تنضج بعد، التسوية الكبرى أيضا لم تأتي بعد. هذه التسوية الكبرى رهن بجلوس الأطراف الإقليمية وتقاسمها للنفوذ داخل الوضع الليبي. نعم. نعم، ابقى معي سيد فدان. سيد إبراهيم، هل يمكن الأطراف السياسية الليبية أن تتقدم نحو انتخابات سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق تعديلات على الإعلان الدستوري لخلق قاعدة دستورية يمكن إجراء انتخابات من خلالها بعد المؤتمر الوطني الجامع الذي يعمل عليه الآن؟ أعتقد أن لو ترك الأمر للفرقاء السياسيين في ليبيا لن يتغير في المعادلة ولا يتغير في الواقع شيئا. أعتقد أن للأسف الشديد نقولها بكل مرارة أن الأمر في يد المجتمع الدولي أن يمارس ضغطا على كل طرف وأن يقدم تنازلات. نرى منذ قرابة السنة محاولات بين الأعلى للدولة ومجلس النواب من أجل تعديل الاتفاق السياسي. الآن قد نصل إلى 10 أشهر أو سنة من محاولة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وفي كل مرة نرجع إلى المربع الأول التعديل الاتفاق السياسي، تضمين الاتفاق المادة. أعتقد أن الفرقاء السياسيين لوحدهم لن يستطيعوا تغيير معادلة الواقع شيئا. المؤتمر الوطني الجامع لن في وجهة نظري لن يكون هناك أي تغيير عن لقاء فرنسا ولا عن لقاء إيطاليا من غير ضغط دولي. كنا نعول على أن يكون هناك ضغط سواء في لقاء باريس أو لقاء إيطاليا، هذا الضغط يغيب لأمر أو لآخر لا نعرفه من المجتمع الدولي. محاولة إبقاء على الوضع كما هو عليه للأمانة أمر غريب، سواء من الفاعلين السياسيين على أرض الواقع، سواء على المحاورين، سواء على المجتمع الدولي. ولكن للأمانة ما يمكن ملاحظته وما يمكن التنويه إليه أن في الفترة الأخيرة أو من بداية سنة 2018 انتقلنا من الصراع المسلح إلى المناكفات السياسية والمفاوضات والبنود والقوانين. قد يكون هذا الأمر جيدا في عملية التحول من الصراع العسكري إلى الصراع السياسي. أعتقد أن رجال الأزمة في ليبيا من الطرفين لا يزالوا للأمانة متأخرين جدا في محاولة أو في استيعاب الأزمة الليبية. الأزمة لم تبقى سياسية فقط، الأزمة أصبحت اجتماعية، الأزمة أصبحت اقتصادية، الآن المواطن أصبح يعاني. أعتقد أن الوقت قد حان للجلوس على طاولة واحدة وطي كل صفحات الماضي ومحاولة نقلة نوعية من الواقع المرير الذي نعيشه الآن، سواء كانت هذه النقلة على أساس دستوري أو غير أساس دستوري المتمثل في الدستور. نعم. عليهم أن يعدلوا حتى في المجلس الرئاسي وتكون هناك رؤية موحدة وتأسيس قاعدة صلبة يمكن أن نؤسس عليها مستقبلا. هناك بعض المخاوف من نشوب حرب عسكرية هنا أو هناك، رأينا بعض المناوشات حدثت في سرت، قد الجنوب الليبي أصبح مهترئا. الجنوب الليبي للأسف
الشديد مع غياب الدولة ومع غياب الفراغ الأمني والفراغ العسكري أصبح بؤرة للإرهاب، ورأينا أكثر من مرة جيوب لداعش تقوم بعمليات نوعية هناك. الوضع في ليبيا أصبح مهترئ جدا وصعب. المئات إن لم نتكلم على عشرات الألاف من المهاجرين الغير شرعيين الذين عبروا الحدود من النيجر ومن مالي باتجاه الدولة الليبية، المئات ذهب إلى أوروبا، المئات غرق في البحر، الألاف والألاف يقطن الآن داخل ليبيا من غير أوراق ثبوتية. يجب على الفرقاء السياسيين أن يجدوا حل لهذا. طيب كله سيد علي فدان، يعني هل يمكن أن نقول أن هدف إيطاليا الآن هو توجيه المؤتمر الوطني الجامع وتوظيف التراجع الأمريكي، كذلك احتواء التأثير الروسي على أطراف الأزمة في ليبيا؟ بالتأكيد إذا تحدثنا عن التأثير الروسي في الأزمة الليبية، بالتأكيد الصراع الفوقي والصراع العلوي إن صح التعبير هو بين الأمريكان وبين الروس. في الحقيقة إذا سألت الأمريكان، أو من وجهة نظري أن الأمريكان لديهم أمرين في ليبيا. الأمر الأول هو مكافحة الإرهاب، وهذا الأمر متكرر في الإعلام ويصرحون به ليل نهار في مؤتمراتهم الصحفية. أما الأمر الآخر، هذا الأمر الواضح. أما الأمر الآخر وهو المضمر، هو كبح نفوذ الجموح الروسي إن صح التعبير، والنفوذ الروسي المتعاظم في الآونة الأخيرة. ربما تلزيم الملف إلى إيطاليا قد يكون رسالة مزدوجة. الرسالة الأولى قد تكون لفرنسا، لكن الرسالة الكبرى هي لروسيا، كون روسيا وفرنسا متفقين تماما في الملف الليبي بالرغم من اختلافهم في بعض الملفات الأخرى. إلا الصفعة ربما التي وجهها ترامب لفرنسا قد تكون موجهة ضمنا إلى الروس. في الحقيقة اللعبة السياسية الآن هي لعبة مقايضات ولعبة مفاوضات، أعطيك هنا وأخذ من هنا، أعطيك في سوريا مثلا وأخذ في ليبيا، أعطيك في المنطقة الفلانية وأخذ في المنطقة الفلانية. هي لعبة صراع نفوذ ولعبة صراع مصالح، والدولة الأقوى هي من ستفوز. لكن عودة إلى المؤتمر الجامع، المؤتمر الجامع لا أعتقد أن ربما الطليان يحثون الأطراف جميعا على ضرورة حضور المؤتمر الوطني الجامع. قد يكون المؤتمر الوطني الجامع مثله مثل غيره من المؤتمرات. منذ اتفاق الصخرات إلى يومنا هذا عقدت العديد من المؤتمرات، مؤتمر لندن ومؤتمر باريس على مرحلتين، ومؤتمر روما ومؤتمر باليرو ومؤتمر برازافيل وحدث ولا حرج. إلى هذه اللحظة وخلال ثلاث سنوات ونحن على بعد، أي قد تجاوزنا مرحلة الذكرى الثالثة من مرحلة الاتفاق السياسي، إلى الآن لم تنتج هذه المؤتمرات أي توافق سياسي. لا أعتقد أن المؤتمر الوطني الجامع بالرغم من أهميته، أن المؤتمر الوطني الجامع يحوي جميع الأطراف بما فيهم المحسوبين على النظام السابق وبما فيهم يقال أنه رافضين الاتفاق السياسي. المؤتمر الوطني الجامع الصورة الآن فيه ضبابية لم تتضح بعد، لم تتضح آلياته، لم يتضح حتى كامل أعضائه. لكن لا أعتقد أن النتائج ستكون مختلفة عن المؤتمرات السابقة. نعم أن غسان سلامة لديه خبرة في هذه الملفات ولديه خبرة في النزاعات والحروب، وأن الرجل عاصر الحرب الأهلية في لبنان التي امتدت 15 سنة، وأن الرجل لديه تجربة في اتفاق الطائف. ربما البعض يشبه المؤتمر الوطني الجامع كاتفاق الطائف كون الرجل لبناني وحضر مرحلة الحرب الأهلية. نحن ربما قد هناك بعض الأمور قد تتقاطع بيننا وبين الدافي. وهذا ما قاله السيد غسان سلامة في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن، بأن الوضع في ليبيا يختلف كثيرا عن الوضع في لبنان. على كل حال أشكرك سيد علي فدان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. فقط لضيق وقت الحلقة سيد الأصيفر، أختم معك يعني ب
تسبيق السيد كونتي في زيارته للسيد خليفة حفتر عن السيد عقيلة صالح، بالرغم من أن السيد عقيلة صالح يمثل الجهة التشريعية في البلاد. هذا ما جعل الكثير يقول بأن إيطاليا تريد أن تستغل التقارب الجيد الآن مع حفتر مؤخرا، وكذلك المحاولة في تقريب وجهات النظر بين السيد خليفة حفتر والسيد السراج، مع العلم بأن السراج له علاقات جيدة مع إيطاليا. أعتقد كما تطرقت أن إيطاليا تحاول استغلال المقاربة الأخيرة التي حصلت بينها وبين خليفة حفتر. الكل يعرف أن الحاكم الفعلي للمنطقة الشرقية هو خليفة حفتر. إيطاليا تعي وتعرف قوة هذا الرجل، تعرف أن خليفة حفتر هو الرجل القوي لبرقة في الوقت الحالي. في نفس الوقت تحاول أن تهدئ من المعارك التي نشبت في ثخون سرت مؤخرا. هذا الأمر يؤرق إيطاليا قليلا. الأمر الآخر، قد تكون إيطاليا تحاول استمالة خليفة حفتر واستغلال تأزم علاقته مع القيادة المصرية. هناك توتر في العلاقات بين خليفة حفتر ومصر. إيطاليا تحاول أن تستغل هذا الأمر حيث تلعب دور محوري في المقاربة بين الرجلين، بين خليفة حفتر وفايز السراج. إيطاليا تحاول أن تلعب دور جوهري مما سوف يعزز من قوة حكومة كونتي داخليا وخارجيا. نعم، هنا وضحت الفكرة السيد إبراهيم الصيفر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء. مضحكني رأيك.